مدحوينها سومالي لان ايا شيغي ان قدد بيلها قرحيشيس ايو جبهد دي بور تقعن لباح قشايبا محكمد لسو تاقيو او ايهين دنبيليال اسكمدا سيدا اوكال موسى بيحي وحاو شيغي صدح الرموض او ان كرسيغ اللقو قارين وحاو شيغي عودك شعب كينان ايقو ان كاري كارين مدح دقاميات كويساق او كدبتيغي اوار مرتييت كي عيلف وين كصوبحي هذا ما حاكينا ينو يمكن مدحوينها سومالي لان يدو دور شدا اي كلمان تهي مدد طبيعي لبعتن عشاه ياري ماهن كهدلو والمحنتين ان اي اي نكفل قينينا مدحوينها سومالي لان موسبيح عبديه ايا صوبان ديغي هبيني مذي حالي صدح قضبو عن كرسيق اللقو قارين اما سيلقو هلينين وحنا كوكا اين عيدا مدى سومالي لان لعنشار فايو اما لافلقات ديو قولدر هو ينكود اللقو ديكتو يدو هي صو اي موسيقو لطمي واسيديو مدحوينه ويلي قضب كلابات ايو شاقي ان عيدا مدى اللايو او بورها اللو قلو اولو جبحديو ايا ان كرسي لغو هلين بولي مدحوين بيحي لنبر صدح مدحوينها سومالي لان ايا شاقي ان كرسي لغو هلينين او ان مقاسو بحي مدح دقاميد اساقو سببين ايانا وحا ويلي مدحوينه مدح دقاميد كم مها ايان عودك شعبكا منقو امين كران حاسي ياشي شعب وحا يباهن يهينين لقاس بادو كالسوني دوده مدحوينها ايا ارهن كالي او اي سيوين داد كرهير سومالي لان ولا يابين افر يلا باتن كي ساعدو دي وقودن بيسين اللوحة دل حيي صوبان ديگاي وحانا او شاقاي اينا يدن بيلي يالي يهين كوي مكتا كبحيي يو كوي عيدن كاللايي جبهد ديگا عن لباح يو اجهداي وحانا اللهور كيني يا شرعيقاه او محكمد ايا لسوهور تاقيه ما داما او اي كسون تانيهين دن بيو ووين او قران كسوماني لان لدكوا وحاسيكو الرئيسيتان ان مدحوين بيحي وصوصاري وراق عفيسه مركي اي بيلاها هبر شعرو ريح لحاديين مدح دقاميت كودو معارض كاية محافظ كاو حالة دودو اي ميل حن مريسي مدحوينها ايا هذا الذي سني وحا اي موشينا يانين وكان نقضينا مامبا وحي اللي سكوغا شانتا سندود صوص عضاها دي ديب لو دورتونا ومحكمة دهور كيني دونو كوي مكتك بحييي إيو كوي الدنبيغاسي قعانتو ده كفوليي با هادا بمحا سببي إن مدحوين بيحي وكن نقضو بلاميهي حلقاسي اللي سكوغا إي آي كقر نقين قدي ده هبيلاها هبر جعلو إيضو معارض كان اللحكومي محافظ كان اللحكومي أو آي كو قاتين سيدو دوب آه ولي بقو آمدي صوبحي حيال إيرا ياشا فلغيي سياسة ده سومالي لان آي آشاقي إن مدحوين بيحي سببتا guamada kasoo baxay eelif weyn ee beelaha habar jeclo ay ku sheegeen inay ku dhisaan musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa ahaa kuwa muujinaya inay dhexdhexaadnimadii beeshaasi ka baxday maadaama oo ay garsoor u ahayd dhinacyada lagana doonayay inay dhinacna haatan la safaniyadu tanina waxa ay sababtay in madaxweyne biixina uu ka noqdo dhamaanba wixii waqtigaasi lagu heshiyay maadaama oo ay beelaha habar jeclo ka baxeen dhexdhexaadnimadii